بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الفرحه هذه اللي تشوفها كانت بسبب يعني انه سجلنا هدف في اخر الوقت. يعني كان من يعني حرام انه فريق الفيصل يقدم كل ما يملك من كره قدم في الشوط الثاني. استحوذنا على المباراه، حاولنا من كل مكان نصنع الفرص. اتوقع نسبه الاستحواذ كانت عاليه جدا في الشوط الثاني. فريق الفيصل يقدم كل شيء عشان يفوز في هذه المباراه، لكن باغتنا بالجول الثاني. الحمد لله انه عندنا نوعيه زي ما قلت لك من اللاعبين يقدرون يرجعون في اصعب الاوقات، وقدرنا نرجع للمباراه. اعتبر هذا التعادل معنوي للفريق، عدم الخساره والتسجيل في اخر الوقت. انت تتكلم الان عن 10 مباريات لم تخسرها الى الان، وهذا رقم اعتقد انه ريكورد بالنسبه للفيصلي. لابد ان يكون لك توليفه، يكون لك شيء بينكم بين اللاعبين وبين الاداريين. ايش اللي خلى الفريق يعود بهذا او يستمر بهذا الرتم؟ صدقني يعني قاعدين نتمرن على قدر عالي جدا من الاحتراف. تماريننا جدا جدا فيها تركيز عالي، تلاحظ اللاعبين جو ايجابي بينهم، تحس قرب الاداره من اللاعبين يعطي اريحيه بالنسبه لنا كلاعبين. زي ما قلت لك نوعيه اللاعبين في نادي الفيصل جدا ذات عقليه عاليه جدا. تواجد الحراس الاجانب في هالموسم، وين تشوف الحارس السعودي الان؟ وكل واحد ما شاء الله قاعد يبرز افضل من الثاني، الحراس السعوديين قاعدين يعودون بقوه. صدقني انا يمكن من اول مباراه او ثاني مباراه ضد النصر صرحت، قلت هي مسؤولية كبيرة كانت علينا أنا وحارس حراس الأهلي وحراس الاتحاد لتمثيل الحارس السعودي وإثبات إنه الحارس السعودي يملك مقومات الحارس التي تجعله حراس قاعدين يلعبون على حراس أجانب، وقاعد نسترجع الثقة في الشارع الرياضي بالنسبة للحارس السعودي. أتمنى إن شاء الله إنه في قادم الأيام نشوف بعض الأسماء تظهر في الدوري وترجع تلعب كتواجد الحارس السعودي. يعطيك العافية مصطفى. شكرا لك. شكرا.